السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. زيارة الأربعين، خطط متكاملة لتنظيم العمل الإعلامي، حدث أكبر وتغطية أشمل. بغداد وأنقرة، حوار الجوار لحل الخلاف، دبلوماسية تصفير المشاكل ومضاعفة آليات التعاون. حياكم الله مشاهدي الأحبة. ثمانية فقرات المؤسسات الإعلامية هي حصيلة الجهود اللي بذلتها الجهات المعنية لتنظيم التغطية الإعلامية لزيارة العشرين من شهر صفر الخير، وصدرت من هيئة الإعلام والاتصالات ضمن مؤتمر صحفي خاص بهذه المناسبة، وجعلها هي الأكبر في التاريخ بما يوفر أفضل المناخات لبيئة إعلامية مناسبة للملاكات الإعلامية ونقل صورة هذه الشعيرة المليونية على المستويين الوطني والعالمي وباحترافية عالية. حتما راح تساهم في نقل مضامين هذه الزيارة المباركة، فأهمية التوثيق الصحيح يمكن اعتبارها امتداد لفلسفة الإمام الحسين عليه السلام. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة في حصادنا لهذه الليلة، ثلاث ملفات استراتيجية شغلت حيز المباحثات العراقية التركية: السيادة الوطنية، حصة العراق المائية، وأيضا تعزيز الترابط الاقتصادي، وهي جميعها مقدمات أساسية لزيارة الرئيس التركي. فالبلدان يجتمعان في مصالح ومخاطر وتهديدات مشتركة، وهذا ما يحتم مضاعفة آليات التعاون. وما صدر من وزير خارجية أنقرة يمكن اعتباره وعده إشارات إيجابية لفتح آفاق وإمكانيات تسهم في حل إشكالات الماضي. فحوار الجوار يكتسب أهمية لحل الخلافات. هذه الملفات راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة وناقشها ويا ضيوفنا في الملفين. تتفضل البقاء ويانا ومتابعتنا. تستعد الجهات المعنية بتنظيم العمل الإعلامي للزيارة الأربعينية إلى استقبال الملاكات الإعلامية الراغبة بتغطية هذه المناسبة المليونية وسط حزمة إجراءات تذلل العقبات وتساهم في توفير بيئة مثالية تساعد الصوت والصورة في الوصول لأبعد حد ممكن. نفتح هذا الملف بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري الذي أعدته لنا من كربلاء المقدسة. على غرار تنظيم زيارة الأربعينية والخطط الأمنية الموضوعة لهذا الحدث التاريخي الأكبر من حيث التجمع البشري، عقدت هيئة الإعلام والاتصالات بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة مؤتمرها السنوي الثاني لإيضاح الخطط الموضوعة لزيارة الأربعين وما تحتوي من جهود إعلامية وأمنية واستعدادات لوجستية متواصلة لإكمال انسيابية هذه المناسبة المهمة. إن قطاعات ومؤسسات الدولة كافة ومنذ عدة أيام في حال استنفار تام وغرف عمليات منعقدة، حيث أولى السيد رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني اهتماما استثنائيا بالزيارة الأربعينية هذا العام للحث على تقديم مختلف الخدمات للزائرين بالصورة التي تتناسب وعظمتها. مقررات تبنتها هيئة الإعلام والاتصالات وجهود استثنائية عضدها التعاون بين الجهات المعنية بهذا الحدث لتمثيل أهداف هذه الزيارة المليونية وإيصالها إلى كل بقاع العالم بصورة حقيقية، فكانت انطلاقة لعقد مؤتمر يسلط الضوء على المعنى الجوهري لهذه الثورة الخالدة وانعكاساتها على الصعيد الداخلي والخارجي للبلد. تم إطلاق الحملة الشاملة الإعلامية لتغطية زيارة أربعينية الإمام الحسين منذ فترة طويلة، والهيئة لديها مساعي كبيرة وكثيرة من أجل تحويل هذه الشعيرة المقدسة وهذه المناسبة من الحالة المحلية والعربية إلى الحالة العالمية. فجدية الاهتمام بعالمية الزيارة الأربعينية تتضح من خلال عقد هذه المؤتمرات التي تستقطب أنظار العالم نحو حدث هو الأبرز في التجمع البشري. رسالة إنسانية يسلط الضوء عليها هيئة الإعلام والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية تعلن عن الخطط الخاصة بزيارة الأربعين. من كربلاء نهى الشمري الأيام.
حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ هادي جل مرعي الكاتب والصحفي، حياك الله أستاذ هادي، وكذلك عبر الأقمار الاصطناعية سماحة السيد حميد الحسيني رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية، ينضم معنا مباشرة من النجف الأشرف. سماحة السيد حياكم الله. كيف سيتم تنظيم عملية حركة الملاكات الإعلامية العراقية من ناحية الأفراد كمصورين ومراسلين ومقدمين، وأيضا من ناحية المعدات الفنية وأجهزة الإرسال وسيارات النقل المباشر سواء في مدينة كربلاء المقدسة أو على طول امتداد طريق الزائرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم وجميع مشاهدي هذه القناة المجاهدة، لكم كل التحية. في الواقع هذه المناسبة هي مناسبة عظيمة بالنسبة إلى الشعب العراقي، وقضية تعتبر عند العالم الإسلامي الشعب العراقي يحدث هذه الحادثة الكبيرة الكبيرة التي سيكون مناسبة عالمية، خاصة الشعب العراقي يتحرك هذه الأيام في كل المسارات إلى قبلة الأحرار الإمام الحسين. نحن الآن في طريق كربلاء، الآن نحن تقريبا في عمود 285 طريق نجف كربلاء. هذا الطريق تعرف كما يعرف المشاهد خمس مسارات يذهب إلى كربلاء، يعني كل المسارات التي تتحرك إلى كربلاء ما يقارب 2400 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب بكل مساراته. هذا المسير اللي إحنا الآن فيه لنا عدة مقرات للإعلاميين وكذلك المراسلين وكذلك للمقرات التي تعطي خدمات للمراسلين والإعلاميين، ومن هذه المقرات هو هذا المقر اللي أنا الآن متواجد به، مقر الاتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية موكب الإمام الرضا. كذلك بالنسبة للمسير يسمى مسير العلماء، وكذلك مسير الحلة كربلاء، طواريج كربلاء، بغداد كربلاء، وكذلك طريق اللي احنا نعتبره من منطقة نائية في صحراء كربلاء تأتي إلى كربلاء، تمر من عين التمر إلى أن نصل إلى كربلاء. هذه المسارات الخمسة اللي يدخلون إلى كربلاء، الإعلاميين تقريبا كل القنوات التي تنتمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيونات العراقية تنتشر في هذه المسارات لنقل هذا الحدث الكبير، وخاصة عندما انطلقت هذه المظاهرة الكبيرة والمسيرة المقدسة من رأس البيشة يوم 28 محرم، والآن متجهة إلى هذه المسارات الخمسة للدخول إلى قبلة الأحرار. فلذلك الإعلاميين ينتشرون، والآن السيارات وكذلك الصحفيين والإعلاميين وكذلك كل الأخوة الفنيين الآن منتشرين في هذه المسارات لاستقبال الزائرين إلى كربلاء. ما يقارب تقريبا آلاف مؤلفة من العراقيين ينقلون هذا الحدث مباشرة عبر هذه القنوات العراقية المجاهدة المقاومة، كما نقلوا هذا الحدث في الوقوف أمام داعش والوقوف أمام كل الذين كانوا يعتقدون أنفسهم يستطيعون أن يغلبوا الشعب العراقي ويكسروا إرادته، ولكن ولله الحمد الآن الإعلام يلعب دور مهم. وأنا من هنا أشكر دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني، هذه الحكومة التي وقفت وقفة مشرفة في الواقع. أنا أعتقد أن هذه الحكومة استطاعت أن تقف وقفة مشرفة في قضية زيارة الأربعينية، وخاصة بالنسبة للإعلاميين والصحفيين وكل الذين
قاموا لتغطية هذا الحدث الكبير. وكذلك لا أنسى أن أشكر أخواننا في كما نعتبرهم مرجعيتنا إحنا وهي هيئة الإعلام والاتصالات بكلا جناحيها المفوضية، وكذلك المدير التنفيذي للهيئة أخونا الدكتور المجاهد أخونا دكتور علي المؤيد. هؤلاء واقعا سهرانين ليل ونهار، وأنا أقول لكل الإخوة وإذا نحن نجحنا في هذه السنة الفضل الكبير إلى دولة رئيس الوزراء وإلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية. طيب سمحت السيد، خليني أنتقل إلى الأستاذ هادي جل، ما رأي أستاذ هادي وفقا لما تفضل به سمحت السيد حميد الحسيني، شنو الطرق الأمثل لتسويق المنتج الإعلامي والمحتوى الإعلامي من الناحية النوعية وحتى الكمية الخاص بزيارة الأربعينية نتحدث، من الناحية المحلية والإقليمية والدولية؟ هل نستطيع تجاوز النقطة الصعبة من ما قد تتعرض له هذه الرسالة الاتصالية؟ عندنا لغات مختلفة، عندنا أطباع وتصورات مسبقة، عندنا تحديات مر بها العراق وصفحات مر بها العراق، شلون نقدر نتجاوز عبر هذا الخطاب؟ نعم، شكرا استاذ احمد، وتحيه للسيد حميد الحسيني. طبعا كنا اليوم في وفد اعلامي، زرنا مدينه النجف الاشرف والتقينا بعدد من الشخصيات الدينيه، وزرنا سماحه المرجع الشيخ محمد اليعقوبي، وكذلك التقينا بجناب الشيخ احمد السلمان الذي يعني جاء من تونس الى العراق والان متواجد في النجف الاشرف، والتقينا بعدد كبير من الصحفيين والاعلاميين الذين يتواجدون لتغطية الزيارة المليونية المرتقبة خلال أيام قليلة مقبلة. وفي الواقع هذا الحدث يلفت الانتباه، وبالتالي من الطبيعي جدا أن نتوجه إلى النجف ونتوجه إلى كربلاء، وتوجهنا إلى الحلة، واليوم زرنا عدد من المسارات يعني من ضمنها التي تحدث عنها جناب السيد الحسيني، وتوجهنا أيضا إلى طريق حلة كربلاء وإلى ناحية أبي غرق وعدد من المناطق، أيضا طريق النجف كربلاء وهو طريق يشهد أعمال وأعمال مستمرة وأيضا يوسع إلى مسارات عدة، وبالتالي هنالك رغبة كبيرة لوسائل الإعلام العراقية والعربية والدولية لتغطية الحدث. لا ننسى أيضا أن الموضوع لم يعد مرتبطا بالقنوات الفضائية والإذاعات والصحف ووكالات الأنباء، هو يتسع ليشمل كل الأدوات التي يمكن أن تستخدم كأدوات توصيل، خاصة في قنوات التليجرام والإنستغرام والفيسبوك وتويتر أو يعني موقع إكس الذي يعني سمي بهذا الاسم مؤخرا، ومواقع عديدة أخرى وآليات نقل وتوصيل إعلامي أخرى. هذا الحدث طبعا على الأقل منذ عام 2003، لأنه أخذ بعدا آخر و نوع آخر وشكل آخر من التحدي في إطار زيادة أعداد الزائرين والمتوجهين إلى كربلاء والذين يفدون إلى المدينة بأعداد في الواقع استثنائية وكل عام تزداد بشكل لا يتصوره عقل. وطبعا أكيد يحسب هذا ككرامة للإمام الحسين عليه السلام، لكن هذا يحتاج إلى جهود أخرى، جهود مضنية وجهود كبيرة من الحكومة العراقية ومن المؤسسات الإعلامية ومن الهيئات والمؤسسات التي تعمل في إطار شراكة حكومية كاملة، خاصة وزارة النقل التي يقع عليها عاتقها مسؤولية كبيرة. نحن اليوم لاحظنا كيف تهبط الطائرات بكثافة في مطار النجف في الواقع، وأيضا نأمل أن ينتهي العمل بمطار كربلاء الدولي. لكن المهم في هذه الحالة هو كيفية استخدام وسائل الإعلام بطريقة مثلى للانتقال بهذا الحدث بوصفه حدثا مرتقبا في العالم، لأنه الآن كما تعلم أستاذ أحمد ويعلم جناب السيد أن الأحداث في العالم أصبحت متشابكة والكل يترقبها بغض النظر عن نوع هذه الأحداث، فكيف إذا كان حدثا كبيرا ومهما ويحضره عشرات الملايين من الناس من داخل العراق ومن دول الخليج وبلدان الوطن العربي وشمال الخليج وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا وخصوصا أيضا آسيا في إيران وتركيا وباكستان و
دول مثل طاجكستان وأوزبكستان وأذربيجان. الإعلام العراقي هنا تقع عليه مسؤولية كبرى في محاولة ابتكار أساليب جديدة، طرق أخرى جديدة للتوصيل غير تقليدية. هذه المسؤولية الكبرى سماحة السيد، المسؤولية الكبرى يتحدث عنها الأستاذ هادي جلو مرعي، لسنوات طوال كانت تطلع بهذه المهمة، يطلع بها الاتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية، ويتمها على أتم وجه وتنسيق عالي المستوى وتوزيع سيارات الأس أن جي بغض النظر عن عائديتها لأي فضائية، وتسهيل مهمة الإعلاميين والملاكات الإعلامية. ولكن اليوم كما تشير حضرتك سماحة السيد إلى دور هيئة الإعلام والاتصالات كجهة قطاعية، وإلى حرص رئيس الوزراء على إنجاح هذه الخطة الإعلامية للزيارة الأربعينية، ما هي القيمة المضافة لعملكم السابق والدعم الحالي؟ الواقع يعني بالنسبة احنا كان الأرض والسماء في السنوات الماضية كانت تساعدنا، الآن الأجواء حارة جدا، خاصة الأخوة المصورين وكذلك المهندسين وكذلك الأخوة الذين يريدون أن يقدموا صورة جيدة من هذه القضية لا يتحملون تحت هذا الشمس القارس اللي هو في الواقع تقريبا درجة الحرارة أكثر من 50% الآن، ولذلك تشوف الكاميرات يعني لا تتحمل إلا لعدة لحظات، والكاميرا لازم أنه تبرد مرة ثانية. لذلك هذه تحديات كبيرة بالنسبة لنا الآن، ولكن ولله الحمد مجاهدة إخواتنا إخواننا في الإعلام، خاصة الإعلاميين والمصورين والمقدمين وكل الإخوة يثابرون ويجاهدون في هذا المجال كما جاهدوا في ساحات القتال ووقفوا أمام العدو الغاشم على العراق، ولذلك كانوا هم دائما سباقين لهذه القضية. تحديات كبيرة، إمكانيات، لأنه إحنا فوجئنا في الواقع، يعني فوجئنا من أول صفر الزوار دخلوا، يعني دخلوا إلى والمواكب غير مهيئة، وكذلك الطرق غير مهيئة، والوزارات وكذلك المحافظات غير مهيئة بشكل كامل، ولكن الزائرين لأنه أعداد كبيرة دخلوا من وقت حتى يستفيدوا، والحركة صارت الآن ليست بالنهار، صارت الحركة ليلية. لأن بالنهار الحركة شمس قوية، فلذلك صارت الحركة ليلية، وقسم من الزائرين بعدهم متعلمين وكذلك على العادة يتحركون صباحا، لذلك صارت حركتنا هم صباحا وهم مساء. لذلك هذا الحدث كبير، ولذلك هذه الإضافة التي نحن الآن نشاهدها هي في الواقع هم الأعداد وهم الزمن طال علينا بالنسبة لقبول الزائرين في هذه المسارات الخمسة الذين يتحركون من مناطق الجنوب والشمال. لذلك كل هذه لابد أن تتضافر الجهود كاملة حتى نستطيع أن إن شاء الله نغطي هذا الحدث العالمي، ويكون هذا حدث معجزة للشعب العراقي يستطيع أن يتحرك في أوساط العالم ويقول نستطيع أنه نستقبل ملايين الناس لفترة قصيرة ويرجعون إلى بلادهم وإلى مناطقهم سالمين غانمين. طيب أستاذ هادي، عندما يتفضل سماحة السيد بهذه الإجراءات للملاكات الإعلامية التي لها قنوات فضائية، ولكن أيضا ضمن هذه الخطة اللي انطلقت اليوم وأعلن عن انطلاقها من العتبة الحسينية المقدسة، جاء فيها بعض النقاط أو جاءت فيها هذه النقاط اللي تحفز الزائرين وتدعوهم لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا للزائرين المؤثرين في هذه الأوساط السوشيال ميديا، ونشر الصور الموثقة اللي تحمل دلالات عميقة. شو راح تساهم
هذه المنشورات وصناعة المحتوى الرقمي في إبراز هذه الشعيرة المليونية وإظهار أهداف الثورة الحسينية؟ أرى أن ذلك هو أهم وأخطر وسيلة، وأعني بالخطورة ليس الشيء السلبي، لا أقصد المعنى الإيجابي. مدى الخطورة أي قيمة هذا الفعل وتأثيره ودوره وما يمكن أن يؤديه في التوصيل الإعلامي إلى مساحات من الجمهور في كل أنحاء العالم. واضح تماما أنه هنالك ما هو أبعد من التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء والصحيفة، وهو مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي، العالم الافتراضي. ولدينا الآن شباب مبدعون جدا ومتمرسون ولديهم قدرات هائلة، يديرون مواقع يعني على الانترنت ويعتمدون السوشيال ميديا، وكذلك الأعداد الهائلة من الزوار. هنالك أهمية بالغة لهذه الطريقة في التوصيل. نحن قلنا في البداية، وقلت في معرض الإجابة عن السؤال الأول، أن هنالك برأيي ما هو أهم، مع أنه لا توجد طبعا أهمية أقل شأنا في هذا الحدث، كل الوسائل مهمة جدا، ولكن هنالك ما يبتعد أكثر ويعبر أكثر ويؤثر أكثر، وهو السوشيال ميديا أكثر من التلفزيون والإذاعة والصحيفة، لأن مديات البث للتلفزيون والإذاعة والصحيفة قد تكون محدودة جدا، في نطاق جغرافي محدود، في نطاق ضيق قد تعترضه طرق البث والتواصل وعدم الانتباه. ولكن هنالك تزاحم على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك وتويتر ومساحات ومنصات عديدة، يدخل فيها ملايين الناس يوميا من كل أنحاء العالم، ويتجاذبون أطراف الحديث ويسألون بعضهم عن بعض، ويسألون حتى عن التعريف. بمعنى آخر أنه القضية، قضية الزيارة الأربعينية أو قضية الحسين عليه السلام، هي ليست قضية مرتبطة فقط بحدث الزيارة وشخصية الحسين عليه السلام وما قام به الحسين عليه السلام، ولكن هنالك شيء مهم جدا للغاية مرتبط بهذه المناسبة، وهو وطبعا كل المناسبات الأخرى، وهو عملية التعريف بطبيعة التكوين الاجتماعي في العراق وفي العالم بالنسبة لمحبي أهل البيت عليهم السلام، وكيف يمكن أن يتعايشون مع العالم، مع المجموعات البشرية الأخرى بشكل طبيعي، وأنهم أناس طبيعيون، باعتبار أن هنالك من يحاول أن يروج لأفكار تتهم أتباع أهل البيت بأنهم يعني لديهم شعائر ولديهم عادات ولديهم تقاليد بعيدة عن روح الإسلام. ولكن مع التواصل يتفهم الآخرون، يتفهم الشباب ويتفهم المفكرون ويعني يتفهم حتى المثقفون. للأسف هنالك مثقفون، هنالك أكاديميون أيضا يعيشون في مساحة مغلقة ولا يطلعون على أسرار وعلى معلومات لو علموا بها لتفهموا كثيرا من طبائع وسلوك مجموعات بشرية تؤمن وتعتقد بعقائد وأفكار ومذاهب، يمكن أن يتعايشوا وأن يكونوا طبيعيين مع هذا العالم، وأن ما يؤمنون به وما يسلكونه من مسالك فكرية وطقوسية أو طقسية هو ملائم للطبيعة البشرية، وهو ليس شاذا عنها، وهو ليس سيئا، بل أنه جزء من حالة ما نسميه الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. إذن ليست هنالك من مشكلة في أن يكون الناس على مذاهب شتى وعلى ديانات شتى وعلى أفكار شتى، لأنهم في النهاية جزء من هذا الكوكب وجزء من دائرة الإرادة الربانية، وبالتالي عليهم أن يتحاوروا، عليهم أن يتفاهموا. لذلك يمكن لمجموعات من الشباب، من المثقفين، من الزوار بأعداد مختلفة وكبيرة ومحدودة في كل مكان، في كل جغرافيا، عبر الزمن المتواصل طوال العام، في أن ينقلوا هذه الأفكار وأن يتحاوروا مع غيرهم وأن يوصلوا لهم المعلومات، وبالتالي يحدث نوع من التفهم فتهدئ الخواطر. طيب. يستكين الناس ولا يعودوا يفكرون بحالة تطرف أو عنف، أو أن هذا الطرف يجب أن يحارب أو يجب أن يقصى، بل هو شريك طبيعي في الحياة لديه عادات وتقاليد وسلوكيات وطقوس دينية وثقافية. الآن في المجتمع العراقي هنالك شعور بقيمة هذه الشعائر وأهميتها وتطورها مع الزمن، وتطور حتى وسائل التغطية وسائل التعامل معها. وسائل الإعلام التي تغطي اليوم ليست كما كانت في العام الماضي، وليست كما كانت في قبل هذا العام، وليست كما كانت في العام 2006 و2005 و2004. هنالك تطور كبير، هنالك انزياح نحو تقنيات أكثر قدرة، أكثر فاعلية، ونلاحظ كيف يمكن لوسائل الإعلام العراقية الآن أن تعمل بروح جديدة مختلفة.
التطور التقني أستاذ هادي بالتأكيد يرافق تطور إداري، وهذا ما أود أن أسأل سماحة السيد الحسين عن هذا الموضوع. لما نتحدث عن التكامل بين هيئة الإعلام والاتصالات، اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية، العتبات المقدسة، محافظة كربلاء المقدسة، المؤسسات الحكومية سواء المركزية والمحلية، المؤسسات الإعلامية بحد ذاتها، شو من الممكن أن يعظم من نتاج إيصال الرسالة الحسينية بدقتها ومهنيتها وعالميتها أيضا؟ الكل يعرف، وخصوصا أخونا أبو حسن يعرف هذه المسألة، أنه الآن كل الإذاعات والتلفزيونات هم شغالين لصناعة المحتوى. تدري البث الرقمي عادة يبحث عن المحتوى. المحتوى الآن، هذا اللقاء اللي الآن إحنا نجريه في هذه الساعات، سيتقطع إلى مقاطع مختلفة ويدخل إلى الفضاء الافتراضي وينتشر. بالتأكيد. لذلك نحن عندما نقول إذاعات وتلفزيونات، الإذاعات والتلفزيونات مشغولين في المحتوى، وبعد ذلك أن يذهب إلى الفضاء الافتراضي. والكل يعلم أن هذه الفضائية اللي الآن نحن نتكلم عبرها، قناة الشباب، قناة الأيام، قناة تخصصية بالنسبة للشباب، هي فاعلة جدا في قضية الفضاء الافتراضي ولها جيوش في هذا المجال. لذلك كل القنوات وكل الإذاعات الآن هي ملزمة في هذه المسألة، ولذلك الآن عندنا قنوات وعندنا إذاعات قوية جدا في الفضاء الافتراضي وبالنسبة للبث الرقمي. لذلك أبو حسن اطمئن أن الإذاعات والتلفزيونات الآن هي تصنع المحتوى في ذلك الفضاء التي الآن ينتشر في الموبايلات وفي المنصات وما إلى ذلك. إلى ما شاء الله، أنت قلب وشوف كل الإذاعات والتلفزيونات شغالين، وبعض الأحيان بدون أسماء. يعني هي سوت منصات غير معروفة تبدأ في الفضاء الافتراضي بدون اسم. هذه جيوش شغالة، احنا آلاف من الناس الذين ينتمون إلى هذه الفضائيات وإلى هذه الإذاعات شغالة ولله الحمد. إذن الآن الإعلام متكامل، الإعلام، الإذاعة والتلفزيون والفضاء الافتراضي، الكل الآن شغال في رفع راية العراق عاليا، لكي نبين لكل العالم أنه قادرين نحن كشعب عراقي أن نصنع المعجزات. لذلك العتبات المقدسة وكذلك بالنسبة للمحافظات التي فيها زائرين، وبالخصوص بالتحديد محافظة كربلاء وكذلك محافظات أخرى، نحن لا ننسى الآن محافظة تكريت. الآن احنا في سامراء، إذا الآن الكاميرات تتوجه كما عندنا هناك أسنجي وديبث، الآن هناك الأعداد بالآلاف، الحرم لا يخلو في سامراء. نعم سمحت السيد، آسف لمقاطعتك، وأشكرك شكرا جزيلا. السيد حميد الحسيني رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية، حدثتنا مباشرة من النجف الأشرف، والشكر الموفور لجنابكم الأستاذ هادي جلو مرعي الكاتب والصحفي. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. بغداد وأنقرة، حوار والجوار لحل الخلاف، دبلوماسية وتصفير المشاكل ومضاعفة.
حياكم الله مجددا المشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور أسامة السعيدي عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، ضيف الكريم في الأستوديو، أهلا بك دكتور. وكذلك عبر سكايب الدكتور مصطفى حامد أغلو الباحث السياسي، انضم معنا عبر سكايب من تركيا. دكتور أسامة، وزير خارجية تركي في بغداد وفي ذات الوقت وزير النفط العراقي في تركيا، هل هذا الموضوع يعني محض صدفة أم له معاني ودلالات أخرى؟ يعني التوقيت لافت. نعم، شكرا جزيلا تعال حضرتك استاذ احمد والضيف الكريم ولا مشاهدي قناه الايام، لك كل التحية. يعني اكيد العراق وتركيا يعني يتمتعون بعلاقات متميزه. يعني اعلى نسبه تبادل تجاري ما بين العراق وتركيا وما بين العراق واي دوله من دول الجوار هو مع تركيا، وطبعا هذا التبادل التجاري هو في صالح تركيا عدم ما يتم تصديره من قبل بلدنا العراق الى تركيا من النفط. لكن بالمقابل يعني هذه العلاقات المتميزة وهذا التبادل المتفوق لصالح تركيا لا يقابل من قبل الجانب التركي مواقف وتصرفات وسياسات تعبر عن حجم هذه المنفعة التي يقدمها العراق للجانب التركي، وخاصة ما يتعلق بموضوع الملف المياه وايضا ما يتعلق بموضوع الجانب المتعلق بالجانب الامني والعمليات والتواجد القوات التركيه على الاراضي العراقيه والقيام بعمليات عسكريه بين الحين والاخر وقصف القرى والمدن الحدوديه. الزياره اليوم اللي هي ليست مصادفه، زياره وزير النفط العراقي يعني في زياره خلينا نسميها فنيه تقنيه تتعلق بتذليل المشاكل وال معوقات في استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وهذا الموضوع طبعا الكل يعرف انه حصلت يعني ايقاف ومعوقات ما بعد قرار القضاء او المحكمه الاقتصاديه في فرنسا واللي حكمت في صالح الدوله العراقيه وصالح جمهوريه العراق على اعتبار ما كان يصدر من قبل اقليم كردستان العراق دون موافقه او دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية العراقية وأيضا مع شركة سومو المعنية بكل عمليات التصدير اللي تحصل للنفط. بالمقابل أيضا الجانب التركي لازم يتعاطى بإيجابية ما يتعلق بهذا الموضوع، خاصة أنه يجب أن يتعامل مع وزارة النفط الاتحادية لا أن يتعامل مع الأقليم كردستان، وكل ما حصل طيلة السنوات الماضية هو كان في مخالفات ورغم الإشعارات المستمرة للجانب التركي وجانب أقليم كردستان لكن ما وجدت آذان صاغية إلا بعد أن العراق رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص وكسب أغلب فقراتها، كانت تضمن عدة فقرات، كسب أغلب فقراتها اللي تتعلق أو جلها أو خلينا نسميه فحواها الأساس هو أن يكون التصدير عبر الدولة الاتحادية وعبر جمهورية العراق وعبر وزارة النفط العراقية الاتحادية. أما ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية فأكيد فيها شق سياسي، والشق أهم قد يكون هو ما يتعلق بالإعداد لجدول أعمال الزيارة المرتقبة لرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان. نعم. لابد أن تكون هناك وضع لنقاط أساسية، لنقاط تفاهم، لنقاط نقاش. طبعا هذه الزيارة راح تكون زيارة مفصلية، زيارة مهمة للرئيس التركي للعراق، وراح تكون أنا أعتقد أو نتأمل أن تكون بداية لتطور حقيقي وإيجابي للعلاقات ما بين البلدين، خاصة وأن حكومة السيد محمد الشياع السوداني هي تريد أن تكون هناك مقدمات للحلول، هي لا تريد أن تبقى هذه المشاكل معلقة أو تبقى هذه المشاكل المستديمة. قبل البيئة الداخلية دكتور إذا تسمح لي خلينا نناقش البيئة الخارجية أو الوضع الداخلي التركي من مع الدكتور مصطفى حامد أغلو. دكتور مصطفى، يعني يتفضل الدكتور أسامة السعيدي ب هذه التفاصيل، وهنا نتحدث عن الملفات اللي نوقشت في بغداد، هي تفعيل وتعزيز المباحثات السابقة أم هي رؤية جديدة وصياغة بديلة؟ يعني مع النهج الجديد الذي تسير عليه أنقرة لتفكيك نقاط إشكالاتها مع دول المنطقة. مساء الخير لكم ولضيفكم الكريم. يعني أنا مساكم الله بالخير. كما صرح التركي الذي يزور أول مرة اطلع على عالفة التركية
هي كبيرة. هذه حقيقة وليست مجاملة. طيب دكتور مصطفى إذا تسمح لي، لم يصل الصوت بصورة صحيحة بشكل متقطع، لربما مشكلة في الإنترنت مع حضرتك، نتمنى أن نعاود الاتصال ليكون الصوت بشكل أوضح. ودكتور أسامة، شلون راح تفكك هذه الموضوعات خلال هذه الزيارة؟ إطلاقات مائية، أشرت حضرتك إلى كثير من الإشكالات وكان أهمها الإطلاقات المائية من جهة، استئناف خط جيهان، وهذه الموضوعات هي عاجلة ولا بد من حسمها سريعا. شلون هل راح تبقى معلقة لحين زيارة الرئيس التركي؟ هو تعرف حضرتك يعني من الأساس خلينا نسميه التفاهم والتعاون ما بين الدول، هو الأساس لحل المشاكل. يعني بما أنه البلدين لديهم رؤية في أنه لابد أن تكون هناك تفاهمات وحلول حقيقية وواقعية وتصف في صالح البلدين، لازم نصل إلى حل مهما يعني طال الزمن. لكن بقاء الأمور بصراحة، بقاء الأمور على حالها ما يصب في مصلحة البلدين، وقد هو بالصراحة لا يصب في مصلحة تركيا بالمرتبة الأولى. لأنه أرجع وأكد، الجانب الاقتصادي جانب مهم لدى الجانب التركي، إذا ما تعرض هذا الجانب إلى الضرر تحت أي ظرف من الظروف، يعني ما معقولة إحنا نبقى نتحمل يعني تبعات نقص الإطلاقات المائية ونتحمل أنه نفقد من أبنائنا ومن أراضينا جراء القصف في العمليات العسكرية، ويبقى أن يبقى أو نستمر هذا الموضوع. لذلك الجانب التركي عليه أن يفكر بجدية، لأن تركيا أيضا بلد يعاني ما يعانيه من جوانب مالية وجوانب نقدية وجوانب اقتصادية. يعني اقتصاد نعم هو فيه نوع من الانتعاش النسبي، لكن يعاني من التذبذب المستمر والمشاكل المستمرة. ما ممكن يتحمل أنه نسبة التبادل الآن التجاري تصل إلى 15 مليار لصالح تركيا. 15 مليار يعني حقيقة مو مبلغ هين على الدول إذا ما فقدت جزء من عنده تحت أي ظرف من الظروف. مجيء الرئيس التركي إلى العراق وزيارته إلى بغداد، أنا أعتقد فيها رغبة حقيقية أنه أن يصل الجانب التركي مع الجانب العراقي إلى حلول حقيقية، في ظل التعاون أيضا والتفاهم المهم ما بين الحكومة الاتحادية العراقية وما بين إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان العراق. هذا راح يعطينا موقف موحد في مفاوضاتنا مع الجانب التركي، لأن يعني احنا في جزء من مشكلتنا انه عندنا بصراحة عندنا مشكلة داخلية، انه الإقليم ما يتعامل انه هو جزء من دولة اتحادية، وانما يتعامل بصورة منفردة، وهذا خلق لنا مشاكل عديدة سواء كان مع تركيا او حتى في علاقات وسياسات واتفاقيات الإقليم حتى مع دول أوروبا. طيب هنا بهذه الجزئية دكتور، يعني أكو أولوية لتركيا وهي موضوعة الأمن، يعني مع وجود حزب العمال الكردستاني اللي تعد أنقرة خطر على أمنها بكل العناوين، أولوية العراق أمنيا انسحاب القوات التركية المتواجدة في شمال العراق والحفاظ على سيادته الوطنية، من أين راح تبدأ هذه الأولوية؟ أولوية الأمن العراقي أم التركي؟ احنا عندنا هذا الشريط خلينا نسميه الشريط الامني اللي يمتد من ايران مرورا بتركيا وصولا الى سوريا. هذا الشريط تقريبا هي منطقه يعني جبليه، سلسله جبال، اوديه، منطقه وعره، مو منطقه سهله الوصول. عمليه مسك الارض فيها صعب. هذا جانب. الجانب الاخر انه يعني للمرة الأولى يمكن في زمن حكومة السيد محمد الشيع السوداني أنه يرسل بطلب عدد من قيادات وضباط البيشمركة ويجتمع معاهم. المسألة اللي هي الأساس أنه لازم أكو تنسيق أمني، لازم أكو وجود مع العمليات المشتركة، مع الجيش العراقي الاتحادي، مع الحشد الشعبي، مع جهاز مكافحة الإرهاب، أي صنف من صنوف القوات العسكرية العراقية لابد أن يتواجد يعني جزء من الذرائع التركية في عمليات القيام بعمليات أمنية وعسكرية وقصف لأراضينا وقرانا. أنه ماكو قوة عسكرية ماسكة للأرض حتى ينسق معها الجانب التركي وحتى يعني يوقف هذه العمليات. الأرض فيها فراغ، هذا الفراغ ده فيها نشاط عسكري، فيها نشاط أمني،
هو ترى تركيا بأنه هو معادي، وأحيانا هذا النشاط يستهدف حتى بعض ما يسمى بالجهات المسلحة ضد إيران، ونفس الحال يوجد حرية حركة وامتداد سنجار وما إلى وصولا إلى سوريا. لذلك احنا الحكومة العراقية جادة، يعني زيارة رئيس الوزراء قبل أشهر إلى الموصل، زيارته وتفاهماته واتفاقاته مع حكومة إقليم كردستان، الغاية أنه احنا يجب أن يكون هناك تمثيل حقيقي للدولة الاتحادية في المناطق الحدودية، في المداخل الحدودية، في المنافذ الحدودية. وهذه قضية طبعا قضية دستورية، يعني إدارة المنافذ الحدودية، إدارة المطارات مع إقليم كردستان هي إدارة مشتركة، هذا منصوص عليه بالدستور. طيب مو دكتور عفوا، هي المشكلة أنه في قضية التفاوض بين الجانبين، يعني مبدأ الغلبة هو السائد، يعني ما عندنا مبدأ الرابح الرابح خلال المفاوضات السابقة مع الجارة تركيا، وهذا ما وضحته حضرتك من خلال الملف الأمني وأولوية الأمن. من الأولوية التي تقدم، الأولوية العراقية الأمنية أم التركية الأمنية؟ أيضا هنالك في هذه المقدمات تركيا تبحث عن مرونة ملف التعويضات المفروض عليها من المحكمة التجارية الدولية، لتبدي هي الأخرى مرونة في ملف الحصص المائية، فإذا أيضا مبدأ الغلبة كان هذا في هذا الملف. يعني أنا يعني أتفق معك، هي تركيا يعني بصراحة لديها نظرة، هاي مشكلة يعني خلينا نسميها مشكلة تاريخية، بحكم أنه احنا بلدنا وعدد من بلدان المنطقة خاصة العربية كانت تحت سيطرة الاحتلال العثماني لأربع قرون. يعني بصراحة تركيا ما ممكن تتخلف، يعني في عقلها في مخيلتها اي شخص ما ممكن يتصور انه يتعامل بندية مع دولنا، مع العراق، مع سوريا. هاي النظرة احنا يعني كمراقبين نستشعرها، لكن اليوم اكو ندية خلينا نسميها بالمصلحة، بما معناه أنه أنت إذا كبلد لا تحترم سيادتي ولا تحترم مصالحي ولا تحترم احتياجاتي المجتمعية والسكانية، أكيد أنا راح أقوم بإجراءات وقرارات تؤدي للإضرار، الإضرار باقتصادك، الإضرار، أقلل نسبة التبادل التجاري، أخلي أرفع جانب الضريبة، أقلل غيرها من الأمور. هاي دولة ممكن تتخذ الكثير من السياسات والإجراءات اللي تخلي التاجر وتخلي القطاع الخاص وتخلي حتى الشركات. اليوم احنا كم شركه الان، اغلب الان مثلا على سبيل المثال اغلب المجمعات السكنيه يمكن اذا مو كلها اغلبها تعمل فيها شركات تركيه، هاي اذا ما اعيد النظر بها اكيد راح تتكبد تركيا خسائر. موضوع التعويضات اللي اقرتها المحكمه الفرنسيه هذا ايضا قابل للحل، يعني ممكن ان يكون بشكل استثمارات، بشكل دفعات. لا ننسى انه مثلا احنا كانت الكويت موضوع التعويضات اللي انفرضت علينا بسبب سياسات نظام صدام صار لها نوع من الاجراءات المتعلقه، يعني التسويه خلينا نسميها، وان كانت هي بكل اجراءاتها مجحفه بحق الشعب العراقي، لان مو الشعب العراقي هو اللي اتخذ قرار احتلال الكويت، وانما صدام هو اللي اتخذ قرار الاحتلال، وبالتالي تحملنا احنا كشعب ضريبه ما اتخذ هذا النظام في حينها الى حد يعني الى حد 2022 احنا دفعنا اخر دفعه من التعويضات، وحتى الترسيم الحدود وما كان ترسيم منصف وما فرض في خيمه صفوان في حينها، انه النظام وقع على كل التفاصيل وصار اللي صار. بالعموم الكل الان بدا ينظر بجانب يعني بمنظار مختلف للعراق. العراق مو ذاك البلد اللي كان ينظروا له على انه بلد مقسم وبلد يعاني من جماعات ارهابيه وبلد فاقد لقوته، لا، اليوم اكو نوع من الشعور بانه بدات تظهر ملامح هيبه الدوله، بدات تظهر انه هاي الحكومه حكومه عازمه على ان تبسط سيطرتها ونفوذها الداخلي، وتريد تعبر عن مكانه العراق الحقيقيه على المستوى الاقليمي والدولي. يعني شفنا مثلا زياره وزير الداخليه اليوم الى الاردن وتوقيع اتفاقيه، شفنا اليوم اكو تعاملات وغيرها مع الجانب السعودي، مع حتى الكويت، مع إيران، مع دول غير مجاورة للعراق، مصر مثلا ورؤيتها للعراق وتعاملاتها واهتمامها بالعراق، الأردن ذكرتها. لذلك احنا ما مو ذاك البلد اللي كانوا ينظرونا انه احنا يعني كانوا ينظرونا مثلا بلد ممزق ونظام سياسي غير قادر على الاستمرار
وبتنظيمات إرهابية وجت. لا، إحنا ما بعد 2017 أرسلت رسالة للعالم إنه هذه الدولة قابلة للاستمرار، هذا النظام قادر للاستمرار حتى وإن يعني تكون أكو أزمات سياسية، تكون أكو تظاهرات، هذه مسألة طبيعية تحصل في أي بلد. المهم أن تكون تحت السيطرة، المهم أنه ما تتحول إلى نزاع مسلح، هذا هي العبرة الحقيقية. لذلك أنا أعتقد اليوم الحكومة واضح أنه تريد تفرض معادلة جديدة، معادلة تعبر عن المصلحة الوطنية العليا، معادلة تعبر عن مصلحة الشعب العراقي، وبالتالي ملزمة كل الدول اللي لم تكن مضطرة، المجاورة وغير المجاورة، أن تعترف بهذه المعادلة من باب المنفعة ومن باب الاحترام المتبادل المعمول به دبلوماسيا. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أسامة السعيدي، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، أثرت الحوار في هذا الملف. وشكري واعتذاري للدكتور مصطفى حامد أغلو الباحث السياسي، انضم معنا عبر سكايب من تركيا، ولكن سوء الاتصال حال دون أن نعرف من معلوماته المزيد. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.